الناس اللي بتقعد تتكلم كتير في مسألة التصوير التلفزيوني، الإخراج والتصوير التلفزيوني ملوش علاقة بشغل حكام تقنية الفيديو. دي ناس بتشتغل للملعب ودي ناس بتشتغل لتقنية الفيديو. أول ما بيبقى فيه مراجعة حالة فار، وقتها المخرج بيبقى خارج المشهد، ملوش علاقة الكوميونيكيشن ما بين حكم الفار مع حكم الملعب. والإعادات بتتم من خلال غرفة عربية الفيديو، الأوبريتور اللي موجود بجوار حكم الفيديو اللي موجود في العربية، والتصوير وفي النهاية ده كله بيتصدر مع حكم الملعب وبيشوف من خلال الشاشة، ولما بيوصلوا في النهاية لمستند في قرار بيدوا للمخرج الصورة اللي فيها المستند. عشان بس أنا عارف الكلام الكتير اللي بيتقال على هذه الجزئية، وحسب معلوماتي إن مباراة الذهاب هيكون مخرج تونسي. هل خوان البرتغالي هو اللي هيخرج لقاء العودة في القاهرة؟ ده اللي هنعرفه في الساعات الجاية، لأن الاتحاد الإفريقي متمسك جدا بفكرة إن ليه طاقم تصوير وإخراج بيشارك الناس في تونس أو الناس في مصر على التصوير، ولكن ده هنشوفه في الأيام اللي جاية. ولكن كان مهم جدا نستعرض هذه الجزئيات ونتكلم معاكم، نقول لكم كاميرا الدرون دي كانت مخصصة لمين أو كانت بتشتغل لأي جهة منظمة في ملعب المباراة اللي هيستضيف اللقاء النهاردة ما بين الأهلي والترجي بإذن الله. فاصل ثم نواصل.